ما ترجعش الورقه يا استاذ وانت بتصور، ما تخافش، ما انا ان شاء الله ربنا معانا وانا معاك اهو. بص يا جماعه الكوبرا بتعمل ازاي، بصوا بتحارب فيا، بصوا كل سنه وانتم طيبين والعالم العربي بخير وصحه وسعاده من داخل بيت الزواحف من داخل افريكانو. النهارده 3 رمضان صباح 4 رمضان، كل سنه وانتم طيبين والعالم العربي بخير وصحه وسعاده، المسلم والمسيحي، وربنا يهدينا الحال يا رب. النهارده معانا فيديو يعني احنا عملناه قبل كده، بس هنحاول نوريكم نوعين من الكوبرا المصريه في مصر. هما يوم نوع واحد في الاخر، ايجيبشن كوبرا انجلش لاتينيم ناجا هاجا هاجا، بس هي نوعين وليس نوعين، هي نوعين وهي نوع. في ناس تقال عليها كوبرا انجليزي وناس يقول عليها كوبرا مصريه، انما هي في الاخر كوبرا مصريه. الكوبرا الانجليزي اللي يقال عليها كوبرا انجليزي وليس انجليزي، عشان ما حدش يعلق في الكومنتات يقول لي ازاي انجليزي وهي ساكنه في مصر، هي كوبرا سوداء سريعه الحركه، خطر جدا، بتيجي من مرسى مطروح ومن حدود ليبيا، هنفرجكم عليها. بيعتبر دخلت بيت الكوبرا عندي يا جماعه انا خاصه، واهالينا علمونا كده، اصعب من بيت الاسد. لما نيجي لعب الكوبرا انا ماسك عصايه وماسك لها عشان بحرص منها. انا لو داخل بيت الاسد بخش بدون عصايه، بحضن يارا، ببص، بلعب معاها، ما عنديش خوف. يوم ما تغلط فيا بزودها بسيخ حديد، بمنحها تيجي عليا، برش عليها ميه. انما الكوبرا لازم ابني واقف معايا وانا واقف، حتى اللي بيصور واقف وايده بتتنكت وخايف. فهتفرجوا معانا على الكوبرا المصريه وهي بتلعب معانا. هنفرجكم الكوبرا المصريه منها نوعين مش نوع واحد، وليس نوع واحد، دي نوع ودي نوع. يعني الكوبرا المصريه دي نوع يا جماعه ودي نوع. اللي هي قدامنا ده هي كوبرا مصريه لكنها من النوع البارد، مش من النوع اللي هو السكن يعني. انما الكوبرا السوداء اللي هناك دي اللي هي بتطلع عليها كوبرا انجليزي، هي مش كوبرا انجليزي، هي كوبرا مصريه بس يقال عليها كوبرا انجليزي. سريعه الحركه تخوف جدا جدا. بصوا ما ترجعش الورق يا استاذ وانت بتصور، ما تخافش، ما انا ان شاء الله ربنا معانا وانا معاك اهو. بصوا يا جماعه الكوبرا بتعمل ازاي، بصوا بتحارب فيا، بصوا هي من نوعية خطيره جدا. هي دي كوبرا ودي كوبرا، بص يا جماعه دي كوبرا ودي كوبرا ودي كوبرا، كلها كوبرا واحده. هي الكوبرا السوداء دي في بعض الناس تقول عليها كوبرا انجليزي، لا هي مش كوبرا انجليزي، هي كوبرا عاديه خالص مصريه، بس على حسب الارض اللي بتعيش فيها بتغير لونها. دي بتيجي من مرسى مطروح، سريعه الحركه، خطر جدا، اللي بيتعامل معاها بيتعامل معاها بحرص جدا جدا جدا، اصعب من الاسد عندي في مسكتها. زمان كانوا الفراعنه حاطينها تاج على راسهم. ليه حاطينها تاج على راسهم؟ لان يعني الكوبرا المصريه عض الملك كليوباترا زي ما بيقولوا في التاريخ، وهي موتاها. طب العلم تقدم بعد 7000 سنه، هي محطوطه تاج على الصيدليات وعلى كليات العلوم والطب. هي محطوطه تاج على الصيدليات وعلى كليات العلوم وبياخدوها تاج على راسهم. الكوبرا المصريه يا جماعه ممكن تجيب سم صعب جدا، يعني لو 5 6 كوبر يجيبوا سم يموت جمل. سمها حامي مش بارد، السم بتاعها خطر جدا. بنحلبها، بنستفاد من السم بتاعها ونجففه ونعمله بودر ونبيعه لبعض مراكز الابحاث. يا ساتر يا رب. شوف الكوبرا يا جماعه فيها نوع من الخطوره، يعني عارف انتوا ايه؟ لو انا بلعب مع الاسد ما بمسكش عصايه. بص يا جماعه، بص الكوبرا، بص مجرد بس ان انا امسك الماسك كده بيدي واعمله كده، بص اللي بيحصل ايه، ملتقى الكوبرا. بص يا جماعه الكوبرا، بحاول اقرب لكم عشان انتوا تتفرجوا زي ما انا بتفرج وتعرفوا نسبه الخطوره اللي عندنا ايه. تابعونا ودعمونا وادونا لايك، وكل عام وانتم بخير. من داخل افريكانو طلبه، ورمضان سعيد علينا وعليكم وعلى العالم المسيحي والعالم المسلم والعالم العربي خاصه. شكرا.